بداية خليني أقول لحضراتكم إزاي أصلا تقدروا تدخلوا أو تدخلوا على الموقع الخاص بهيئة فولبرايت. أنا لو فتحت جوجل وكتبت فولبرايت كوميشن إن إيجيبت أو هيئة فولبرايت مصر، هيظهر لي الويب سايت الأولاني fulbright-egypt.org. هضغط عليه، وعلى إيدي اليمين تحت Announcements هيبقى ظاهر لي Open Fulbright Programs for Egyptians. دي كل البرامج اللي حاليا مفتوحة للتقديم. هنزل لحد ما أشوف البرنامج اللي أنا مهتمة بقدم عليه، وهو الـ Islamic Studies. دي الصفحة الخاصة ببرنامج الدراسات الإسلامية، هيشرح لي على إيدي الشمال الكريتيريا للتقديم على البرنامج، الأوراق المطلوبة للتقديم على البرنامج، أسماء المراكز المعتمدة لاختبارات إجادة اللغة الإنجليزية، امتيازات المنحة، والتايم لاين أو الجدول الزمني الخاص بالبرنامج لفترة مقبلة. ده كله هيبقى على إيدي الشمال. على إيدي اليمين تحت هلاقي click here to start an application، ده اللينك الخاص بالتقديم على المنحة، وهلاقي document مكتوب عليه online application instructions، ده الدوكيمنت الخاص بإرشادات التقديم اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. ودي زي ما قلت لحضراتكم هي سهلة جدا إن أنا أنافيجيت فيها، وإن أنا يعني أشوف الجزء اللي أنا مهتم أقراه. فليكن أنا وصلت لمرحلة الـ Study Plan أو الـ Section بتاع الـ Study Plan في الـ Application، هضغط عليه. هنا هيكتب لي كل النوتس وكل الـ الحاجات اللي محتاج أخد بالي منها في الجزئية دي، أقراها وبعدين أروح أعمل الـ Application بتاعي في أستكمل الـ Application بتاعي في هذه الجزئية. طيب لو رجعت تاني على الويب سايت، هلاقي فيديوز بتشرح لي إزاي أكتب Personal Statement، وهلاقي مواعيد الندوات التعريفية اللي الهيئة بتعقدها على البرنامج في الفترات المقبلة، ومواعيد الندوات الـ Q&A sessions اللي هنقدر نستقبل فيها أسئلة حضراتكم، طبعا بجانب التليفون والإيميل الخاص بالبرنامج، واللي هتقدروا تلاقوها تحت Contact Information، وتقدروا تتواصلوا مع الهيئة في مواعيد العمل من خلال الإيميل أو رقم التليفون. طيب عشان أبدأ الأبليكيشن بتاعي، هدوس لو أنا أول مرة أقدم على المنحة هعمل لوج، يعني هعمل أكاونت. لو أنا أوريدي عندي أكاونت هكتب الأكاونت بتاعي أو الإيميل بتاعي وأبدأ ألوج إن على الأبليكيشن بتاعي. هختار من الأسماء البرامج اللي هتبقى ظاهرة لي الـ Fulbright Student Program Academic Year 25-26، وأهم حاجة أتأكد إن أنا الـ Academic Year اللي أنا بقدم عليها هي 25-26. لو حد قبل كده كان عامل applications في السنين اللي فاتت، ما روحش على نفس اللينك اللي أنا كنت بعمل عليه الـ application بتاع السنين اللي فاتت وأقدم من خلاله، لان انا يعني هفضل اعمل واسلم الدوكيومنتس على اللينك ده، بس في الاخر خالص مش هيبقى فيه زرار للسبمشن. فاتاكد انه الاكاديميك من الاول اللي انا بختارها 25-26. اول حاجه هتظهر لي الويلكم مسج، هتاكد ان انا قريت الانفورميشن الخاصه دي، واتاكد ان انا اي كونفيرم ماي اندرستاندينج، وان انا اي ريد البوليسيز بتاعه البروجرام وبكونفيرم واكونتينيو على السكشن اللي بعده. تاني جزئية بتنقلني على preliminary questions. أول حاجة بيسألني على البلد اللي أنا بقدم من خلالها هتكون مصر، والأكاديميك كير اللي أنا بقدم عليها هي أكاديميك كير 25-26 زي ما أوضحنا، وبقى confirm ال citizenship، هل أنا معايا جنسية أمريكية، معايا dual citizenship مع أمريكا، هل أنا معايا إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبقى confirm النقطة دي وبستكمل الجزئية اللي بعدها. لو محتاج ان انا اقرا الاليجيبيليتي ريكويرمنت بتاعه البرنامج من خلال الويب سايت الخاص بالمنحه، وكونفيرم ان انا بميت الاليجيبيليتي كرايتيريا كلها، وان انا كل الشروط التقديم بتتوافق فيا، وبقرا الداتا برايفسي كونسنت بارت وبكونفيرم ماي اندرستاندينج، وان انا اي ريد البارت ده، وبعدين بكونفيرم الامبلويمنت اليجيبيليتي بتاعتي.
وبجاوب على ال reference material waiver، وبعدين بسيب ال continue section اللي بعده. هينقلني على ال country information section. في ال country information section تحت award information بضغط select change award، وبختار اسم المنحة اللي أنا عايزة أقدم عليها. فأنا بقدم على منحة الدراسات الإسلامية، فهختار Fulbright Egyptian Student Program Islamic Studies، وبدوس Save. هنا هيظهر لي كل المعلومات الخاصة بمنحة الدراسات الإسلامية. فأنا كده اخترت منحة الدراسات الإسلامية وبدوس Continue عشان أترسيب بالسكشنز اللي تانية في الأبليكيشن بتاعي. بجاوب على ال Personal Information، بستكملهم اسمي، ال birth date بتاعي، وال marital status بتاعتي. ولو عندي أي kind of limitation أو أي form of limitation وهتبقى محتاجة accommodation، لازم بكتبها في المربع اللي تحت ال marital status، لأنه البرنامج بيبقى عايز المعلومات دي علشان في حالة إن الشخص تأهل على المنحة يقدر إن هو يوفر له الاحتياجات اللازمة علشان يقدر يستكمل البرنامج بتاعه بنجاح. فمهم جدا لو حد عنده أي kind of أو form of limitation وهتحتاج accommodation معينة، محتاج إن هو يدمونستريت النقطة دي في الأبلكيشن بتاعه وهو بيقدم. بجاوب على سؤال ال citizenship information، بختار الجنسيتي ولو معايا أي additional citizenship، وبختار البلد اللي أنا عايش مقيم فيها إقامة دايمة، وبكتب الرقم بطاقة الرقم القومي بتاعي في المربع الخاص بال National Identification Number. بس save and continue في السكشن اللي بعده. هنا هيطلب مني ال contact information بتاعي، عنواني، رقم التليفون، الإيميل اللي المنحة تتواصل معايا من خلاله، و emergency contact في مصر. ومهم جدا احط emergency contact والبيانات بتاعته، اسمه، المكان اللي هو عايش فيه، البلد، الايميل، رقم التليفون، وعلاقته بيا ايه. مهم جدا احطها لانه في بعض الاحيان ممكن الشخص المتقدم يتاهل على المنحة، يترشح مثلا او يتاهل لمرحلة المقابلات الشخصية، الهيئة تتواصل معاه عن طريق الايميل وعن طريق التليفون اللي هو حاطه في الابليكيشنز ما يردش عليهم. ففي الحالة دي الحل الوحيد اللي احنا نعرف نتواصل مع الشخص من خلاله هو ان احنا نكلم emergency contact اللي هو حاطه في الابليكيشن بتاعه. فمهم جدا ان انا احط emergency contact في الابليكيشن بتاعي. لو عندي emergency contact في الولايات المتحدة الامريكية بحط ايضا واستكمل البيانات الخاصة بال emergency contact بتاعي في امريكا. بس يبقى continue في السكشن اللي بعده. مهم جدا ان انا كل ما استكمل سكشن معين لازم اعمله سيف علشان الانفورميشن بتاعتي تتعمل لها سيف، ما اضطرش ان انا اعيد الانفورميشن كل مره بدخل يعني على الابلكيشن فيها. السكشن اللي بعده هينقلني للاكاديميك اند بروفيشنال انفورميشن. اول حاجه مطلوبه مني فيه ان انا اسلم سي في. السي في بتاعي ملهوش فورمات معين، ما مش مطلوب ان حضراتكم تعملوا له صيغه معينه او يكون شكل معين او يكون يعني بيتبع شكل معين. هو مهم ان هو بس يكون بيشمل نقط مختلفه، منها الاديوكيشنال باك جراوند بتاعت حضرتك، البروفيشنال باك جراوند بتاعت حضراتكم، لو درستوا اي كورسز او قدمتوا اي خدمات للطلبه فحضراتكم بتكتبوا الكورسز اللي انتوا عملتوها، لو شاركتوا في أي أبحاث أو نشرتوا أي حاجة بتكتبوا اسم البابليكيشنز اللي انتوا عملتوها، لو حضرتوا أي عملتوا أي activities، عملتوا workshops seminars أو عملتوا consultations وحضرتوا أي حاجة فيهم بتكتبوا برضو الحاجات اللي حضراتكم شاركتوا فيها. لو أنا عندي membership في أو activities في أي professional association بحطها، ولو حصلت على اي academic owners او professional owners او award او اي fellowship بحطها في السي في بتاعي، وبحط كمان اي انشطه تنوعيه كنت بقوم بيها او community service activity كنت بعملها. السي في بتاعي مهم ان هو ما يزيدش عن 4 صفحات، وبحول السي في بعد ما بعمله على word document بحوله into a PDF document وبعمله upload في هذه الجزئيه. السكشن اللي بعده او الجزئيه اللي بعدها بيطلب مني احط الاكاديميك باك جراوند بتاعتي، فبدوس اد نيو اكاديميك باك جراوند وابدا ان انا استكمل المعلومات الخاصه بالدرجه العلميه اللي انا هبدا بيها.
فليكن انا هبدا بدرجه البكالوريوس، بكتب اسم الانستيتيوشن اللي انا حصلت على درجه البكالوريوس منها، والليفل اوف ستادي هنا هيكون اندر جرادويت لو بكالوريوس، اندر جرادويت لو اي حاجه بعد البكالوريوس هتبقى جرادويت. اوكي، وبكتب كل المعلومات الخاصه بالدرجه العلميه بتاعتي، اسم الدبلومه، الديسبلين او التخصص اللي انا درسته، النيم اوف الديجري اللي انا حصلت عليها، الجي بي اي اللي انا حصلت عليه، الهايست جي بي اي اللي الانستتيوشن دي بتقدمه. فليكن انا جبت الجي بي اي بتاعي كان 3.2، بس الانستتيوشن اللي انا اتخرجت منها اعلى جي بي اي كان 4، فبكتب الجي بي اي اللي انا حصلت عليه والهايست جي بي اي اللي الانستتيوشن بتديه، بكتب التواريخ الالتحاق بتاع في البرنامج ده من امتى لامتى، ولو انا لسه حاليا مقيد في البرنامج ده بكتب الديت اللي انا expecting ان انا احصل على الدرجة العلمية فيه. طيب بقدر ان انا ازود كذا institution بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الاكاديميك باك جراوند بتاعتي واستكمل كل المعلومات الخاصة بالدراسات الاكاديمية اللي انا عملتها. البروفيشنال اكسبيرينس نفس الطريقة، بقول add new professional experience واكتب الحاجة اللي انا حاليا بشتغلها، اسم الجهة اللي انا بشتغل فيها، البوزيشن بتاعي اسمه ايه، الوقت كان من امتى لامتى، عنوان الجهة اللي انا شغال فيها، وكل المعلومات الاتصال الخاصة بالجهة دي، وبدوس سيف عشان المعلومات دي تبقى يعني تتسيف. وبقدر اجان ان انا ازود كذا experience بنفس الطريقة. تحت هيبقى ظاهر لي الـ awards and recognitions part، هنا بستكمل لو انا حصلت، اول مربع بيطلب مني ان انا استكمل المعلومات الخاصه باي scholarship او اي fellowship حصلت عليها، بقول السورس اللي انا خدت منه الفيلوشيب دي كان ايه، لو انا عارف amount معين انا حصلت عليه بكتبه، اسم المكان اللي هي اتعملت فيه والديوريشن بتاعتها كانت من امتى لامتى. تاني مربع بيطلب مني ان انا استكمل الاكاديميك اونر اللي انا حصلت عليها، بكتب التايتل والديتس اللي انا حصلت فيها على الاكاديميك اونر دي. وتالت مربع بيطلب مني لو انا شاركت في نشر اي كتاب ارتكل او اي بحث، بكتب اسم البحث اللي قمت بيه، المكان اللي اتنشر فيه، وتاريخ النشر. لو انا حاليا بدرس او انا شاركت في اي او عندي خبرة تدريس سابقة، بكتب البوزيشنز والتيتشنج بوزيشن اللي انا شغلتهم في الفترة السابقة. لو أنا حاليا بشارك في أي ريسيرش أو شاركت قبل كده في ريسيرش، بكتب اسم الريسيرش اللي أنا اشتغلت عليه أو بشتغل عليه. لو أنا عندي ممبرشيب أو لايسنس في أي بروفيشنال أورجانيزيشن بكتبها، وكل المربعات دي اللي ليها ماكسيمم ويد ليميت هو 250 كلمة. الجزئية اللي بعدها بتكون هي الاكسبيرينس أبرود، بيقول لي لو سافرت لأي دولة بالخارج لمدة أزيد من شهر لازم أحطها، فبدوس add new experience abroad وبكتب اسم الدولة اللي أنا سافرت، بختار اسم البلد اللي أنا سافرتها، وبختار ال dates أنا سافرت من إمتى لإمتى، وبكتب ال purpose بتاع السفر كان إيه، وبدوس save عشان information يتعمل لها save، وأقدر إن أنا ما تضيعش يعني، وأقدر إن أنا يعني ألاقيها في أي وقت هدخل فيها على الابليكيشن بتاعي. لو أنا سافرت قبل كده على أمريكا على فيزا جي 1 او جي 2 فيزا، بختار يس او نو، ولو يس بختار الكاتيجوري الجي كاتيجوري اللي انا سافرت عليه، وبأبلود الدي اس 2019 فورم اللي انا حصلت عليها في سفري السابق. لو انا حصلت على البريفيوس فول برايت جرانت بختار يس او نو، بجاوب على السؤال ده بيس او نو، لو حصلت عليها بختار كم عدد المنح اللي انا حصلت عليها قبل كده، وبختار اسم الاوورد اللي انا سافرت عليه، اسم البرنامج اللي انا سافرت عليه، والاكاديميك يير اللي انا سافرت عليها، بس سيف اند كونتينيو سيكشن اللي بعده، وهينقلني ل الجزئيه لتسليم الدوكيومنتس بتاعتي او بيان الدرجات الخاصه بالدرجات العلميه اللي انا حصلت عليها. فبدخل على أول درجة علمية هي البكالوريوس، فليكن أنا كنت واخدها من عين شمس، فبضغط عليها، وتحت submit transcript هعمل choose file، وبختار وبعمل upload لبيان الدرجات بتاعي الخاص بدرجة البكالوريوس، فبعمل له upload في السكشن بتاعه الخاص بيه، وبدوس save عشان ال document يتعمل له save، وبقدر إن أنا upload documents الخاصة بكل
درجة علمية بنفس الطريقة، فليكن أنا أخدت ماجستير من جامعة القاهرة، فهشوف الترانسكريبت الخاصة بدرجة الماجستير بتاعتي أو الشهادات الخاصة بدرجة الماجستير اللي أنا عايزة أعمل لها أبلود، وهعمل تشوز فايل، وبعد ما يتعمل له أبلود بدوس سيف عشان الدوكيمنت يعني يتعمل له سيف على الأبلكيشن بتاعي. بدوس كونتينيو، وبما اني ليه اللانجوج سكيلز بقيم اللغات اللي انا بتكلمها، اللي النيتف لانجوج بتاعتها هتبقى اللغه العربيه، بقيم نفسي في اللغه الانجليزيه في الريدنج الرايتنج السبيكنج على حسب السكورز الانجليش اللي انا حصلت عليها، ولو انا بتكلم اي لغه زياده بحدد عدد اللغات اللي انا بتكلمها وبقيم نفسي في هذه اللغات. هنا مطلوب مني ان انا احدد اختبار الانجليش اللي انا حصلت عليه، فبدوس add test، بختار من الدروب داون منيو الاختبار اللي انا اخدته. طيب لو انا اخدت اختبار اجادة لغة انجليزية مقدم من الجامعات الحكومية المصرية بس انا مش لاقية الاختيار ده في الدروب داون منيو دي، هختار TOEFL، والسب تايب هختار يا اما الاي تي بي او البيبر بيست، وبعدين اختار التست ديت، اكتب التاريخ اللي انا اخدت فيه التست، واكتب التوتال سكور اللي انا حصلت عليه والسب سكورز في السكشنز المختلفة اللي انا حصلت عليها، بعمل سيف وبنتقل للجزئية اللي بعدها السكور ريبورت، واللي هنا هيطلب مني ان انا اعمل ابلود للأوفيشال سكور ريبورت بتاع الاختبار الانجليش اللي انا حصلت عليه، فبعمل تشوز فايل وبابلود السكور بتاع الانجليش اللي انا هقدم بيه. السكشن اللي بعده هينقلني على البليجرزم اجريمنت بارت، وزي ما قلت لحضراتكم البليجرزم هو حاجة مهمة جدا وحاجة لازم تاخدوا بالكم منها في الابلكيشن وان انتوا تتجنبوها، واعرفوا ان البلاجيريزم ممكن ياخد اشكال مختلفه، مهم جدا ان حضراتكم تقروا النقطه دي وتقروا السكشن ده بعنايه. فهنا بيقول لي ان البلاجيريزم ممكن ياخد صور كتيره، ممكن بيقول لي انه presenting wording statistics or concept as your own which should be attributed to someone else or to publications. يعني انا اخدت كلام معين أو إحصائيات معينة أو definitions أو concepts معينة وأنا سبتها لنفسي، ما عملتلهاش proper citation وما حطتش وما ذكرتش اسم المصدر اللي أنا أخدتها منه، فده شكل من أشكال plagiarism. وبيقول لي إنه ممكن plagiarism ياخد أشكال مختلفة، ممكن أعمل copying لنفس الكلام كده هو هو من source معين ب citation أو من غير citation، او ان انا اعمل برزنتيشن لماتيريال معينه اغير بس كلمات بسيطه قوي فيها واعمل سايتيشن او ما اعملش سايتيشن خالص، او ممكن اعمل بارافريزنج اغير كده شكل الجمله او الكونتنت اللي انا عايزه اقدمه من غير ما اعمل سايتيشن كومبليتلي. فعشان اتجنب ان انا اقع في البلاجيريزم واشكالها المختلفه، اجن شوفوا الويب سايت وهتلاقوا ريسورسز مختلفة بتشرح لكم ايه هو البلاجيريزم وازاي تقدروا تتجنبوه وازاي تقدروا تعملوا بروبر سيتيشن لاي حاجة حضراتكم عايزين تاخدوها من اي مصدر خارجي. فمهم جدا ان حضراتكم تقروا السكشن ده وتفهموا انه الابلكيشن لو اتعرف ان في بلاجيريزم وتحدد نسبة معينة في البلاجيريزم انه في بلاجيريزم بنسبة معينة، فالابلكيشن بتاع حضراتكم بيتم استبعاده في هذه الحالة. You save and continue تنتقلوا للسكشن اللي بعده وهينقلكوا للستادي بلان سكشن. بشوف المنحة اللي أنا عايزة أقدم عليها، أنا عايزة أقدم على منحة ماجستير دراسات إسلامية ولا دكتوراه في الدراسات الإسلامية ولا الـ Visiting Student Researcher. فليكن أنا هقدم على الدكتوراه، فأنا هختار الميجر فيلد أوف ستادي بتاعي فليكن هو هيبقى ثيولوجي أو ريليجن، ومن السبيشاليزيشن هختار بقى السبيشاليزيشن اللي أنا عايزة أتخصص فيه فليكن theology و theological studies. قبل ما اختار الفيلد والسب فيلد مهم جدا كده اقعد مع نفسي واتأنى قبل ما اختار، لانه بمجرد ان انا اخترت المجال والسب فيلد مش هقدر ان انا اغيرهم في اي مرحلة، لا بعد ما سميت الابليكيشن ولا بعد ما اترشح ولا بعد لو سافرت على المنحة ولا حتى لو مسافر هناك. فمهم ان انا اقول لنفسي واسال نفسي هو هل ده المجال اللي انا عايزه اتخصص فيه واللي عايزه اشتغل فيه واللي عايزه احقق فيه الاوبجكتيفز بتاعتي لما ارجع. انا بقدم على المنحه في 2024 عشان اسافر في 2025، مده البرنامج ممكن تبقى سنتين لو انا بسافر على ماجستير، ممكن تبقى اطول لو انا مسافر على البي اتش دي. فبسال نفسي بعد ما ارجع ايا كانت المدة اللي أنا هقعدها في أمريكا سنتين، ولا لو أنا بسافر على PhD هتبقى أكتر،
بعد ما ارجع من البرنامج وبعد ما اخلص البرنامج، هل هو ده المجال اللي انا عايزه اكمل فيه ولا لا؟ فده سؤال مهم جدا اساله لنفسي قبل ما ابدا اختار الفيلد اللي انا هقدم عليه والسب فيلد، لانه اجان بمجرد اختياري وبمجرد تسليمي ابلكيشن على المجال ده ما اقدرش ان انا ارجع في الاختيار ده، وما اقدرش ان انا اغير المجال ده في اي مرحله من المراحل. المربع اللي بعده بيقول لي briefly describe the area of the field in which you plan to specialize in the US، باشراح المجال اللي حضرتك عايز تتخصص فيه في الولايات المتحده الامريكيه باختصار. وبعدين المربع اللي بعده بيقول لك please describe your future plans، اشرح أهدافك وخطط الخطط المستقبلية ليك بعد المنحة. Intended grant period على حسب المنحة اللي أنا بقدم عليها، بختار المدة بتاعة البرنامج وال proposed date of arrival in the US. احنا قلنا السفر بيكون ما بين يوليو أو سبتمبر 2025. هنا بقى الجزئية المهمة أوي، study research objective. أول جزء كده هيبقى مطلوب مني إن أنا أوضح في للجنة اللي بتقيم الابلكيشن اهدافي من التقديم على المنحة. فهو في الستادي ريسيرش اوبجكتيف بيقول لي write a clear and detailed description of your study research objectives، كن محدد وواضح حول الاوبجكتيفز اللي حضرتك عايز تحققها، واكتب اسبابك من التقديم على البرنامج وليه عايز تقدم في هذا المجال وليه اخترت السبيشاليزيشن ده بالتحديد. اشرح طبيعة البرنامج اللي حضرتك عايز تاخده في أمريكا، ما تذكرش اسم برنامج معين في جامعة معينة، ولكن اشرح طبيعة البرنامج اللي حضرتك مهتم تكمله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبين إزاي الـ previous training والـ previous experience اللي عندك متعلقة بالـ study plan اللي حضرتك حاططها لنفسك، وهتقدر تساعدك في تحقيق الـ future objectives اللي أنت راسمها لنفسك في المستقبل. الستادي ريسيرش اوبجكتيف جزء مهم من الابلكيشن بتاع حضرتك، وهو جزء مطلوب، ما ينفعش اسلم الابلكيشن من غير ما اسلم ستادي ريسيرش اوبجكتيف. اجان بيقول لي ما تذكرش اسم جامعه في الولايات المتحده الامريكيه، وما تذكرش اسم برنامج معين في الولايات المتحده الامريكيه، واعمل الدوكيمنت ده حوله انتو ا بي دي اف واعمله ابلود في الجزئيه بتاعه الستادي ريسيرش اوبجكتيف. البيرسونال ستيتمنت بيقول لي البيرسونال ستيتمنت دي بتبقى قصة، أنا بحكي قصة عن نفسي وبشرح إزاي أنا حققت الحاجة اللي أنا وصلت ليها دلوقتي، الـ current goals بتاعتي إزاي حققتها. فبشرح قصة وبكتب قصة عن نفسي وبقول أنا وصلت للنقطة اللي أنا فيها دي إزاي. بيقول لي إنه البيرسونال ستيتمنت ما ينفعش تبقى لستة كده، يعني ما ينفعش ان انا اكتب واحد في 2001 انا عملت كذا، اتنين انا عملت كذا في 2003، ما بتبقاش listing of fact، ما بتبقاش مجرد كده bullet points بحطها، لا انا بشرح قصة عن نفسي. لازم ال personal statement تكون متضمنة information او معلومات على ال background ال education بتاع حضرتك وال practical experience وال special interest بتاع حضرتك وال career plans اللي راسمها لنفسك في الفترة القادمة. لو في اي factor معين اثر على المشوار التعليمي والمهني بتاع حضرتك والتطور التعليمي والمهني بتاع حضرتك بتذكره وبتشرحه وبتحكي عنه في ال personal statement. وبعمل commenting على ال number of years of practical experience اللي أنا كملتها في المجال اللي أنا عايزة أتخصص فيه في الولايات المتحدة الأمريكية واللي أنا عايزة أدرسه في الولايات المتحدة الأمريكية. فدي كلها حاجات مفروض إن أنا أتاكل أو إن أنا يعني أتضمنها لما ال person statement تكون مشتمل عليها، يعني لما أكتب ال person statement بتاعي. Again في ال person statement ما تذكرش اسم جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو اسم برنامج معين في الولايات المتحدة الأمريكية، واعمله في PDF على هيئة PDF document واعمله upload في هذه الجزئية. ال writing sample أي حد بيقدم على منحة الدكتوراه محتاج إن هو يقدم writing sample، ده requirement. فأنا لما بقدم على منحة الدكتوراه في مجال الدراسات الإسلامية محتاج إن أنا أقدم writing sample. ال writing sample ده ممكن يكون أي بحث أنا قمت بيه في المجال اللي أنا بقدم عليه، ممكن يكون ال thesis بتاعتي اللي أنا عملتها في رسالة في الماجستير بتاعي، في درجة الماجستير بتاعي، ممكن يكون بحث كنت بعمله في الجامعة متعلق بالنقطة اللي أنا عايز أقدم عليها. فهو مهم جدا لأي حد بيقدم على درجة الدكتوراه يقدم writing sample.
الماجستير او الفيزيتنج ستودنت ريسيرشر على حسب المجال اللي حضراتكم بتقدموا عليه. ممكن المجال ده يطلب من حضراتكم تسلموا رايتنج سامبل، زي ما قلت مش لازم تبقى حاجه ببلشت، ممكن تبقى اي بحث حضراتكم عملتوه في الجامعه بتاعه حضراتكم وتقدروا تسلموه از رايتنج سامبل. اليونيفرسيتي بريفرنس هنا بيقول لي لو عندي اي بريفرنس لجامعات في الولايات المتحده الامريكيه، فبحدد عدد البريفرنس دي وبذكر اسم الجامعه اللي انا مهتم بيها واسم الجامعات اللي انا مهتم بيها واسباب من اختيار الجامعه دي كبريفرنس، وبرتب الجامعات دي بحيث انه واحد تبقى اكتر حاجه بريفيرد بالنسبه لي وهكذا. البريفرنس ده مهم بس ان حضراتكم تبقوا فاهمين انه مش معنى ان انا حطيت بريفرنس في الابليكيشن بتاعي، مش معنى كده ان هي دي الجامعه اللي انا هبقى بقدم عليها او ان دي الجامعه اللي انا هبقى بدرس فيها في النهايه لو تم اختياري على البرنامج. فدي نقطة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، انتوا بتحطوا البريفرنس بتاعتكم، لو حد ما حطش بريفرنس فعادي ده مش هيأثر على الابلكيشن بتاعي. Applied US Institution هنا بيقول لي لو انا قدمت على institution في الولايات المتحدة الأمريكية أو لأ، فلو بختار عدد الجامعات اللي انا قدمت عليها وبختار وبكتب وبكمبليت الانفورميشن الخاصة بهذه الجامعات، قدمت على جامعة اسمها ايه، الديبارتمنت اللي قدمت عليه، عملت ابلكيشن امتى، قدمت على انهي سمستر، ابلايد على انهي سنه، والريزلت او نتيجه الابلكيشن بتاعي كان ايه، وهل انا لسه مهتم ان انا استكمل او اكمل البرنامج في هذه المؤسسه ولا لا. مش معنى ان انا قدمت او حطيت ان انا قدمت على institution في الولايات المتحده مش معنى كده ان الانستيتيوشن دي هتبقى من ضمن الانستيتيوشن اللي انا بختارها وبقدم عليها في النهايه، ومش معنى كده ان هي دي هتبقى الانستيتيوشن البرنامج هيبقى بيوديها لي في النهاية. الجزئية اللي بعدها بيبقى الـ Authorization of Release of Information، بيقول لي هنا إن أنا محتاج إن أنا أمضي، ولما أجي أمضي على الجزئية دي أبقى عارف إنه إنه حضراتكم كمتقدمين بت Authorize الـ Fulbright Program والـ Administrative Agency إن هم من ياخدوا كل الـ هيرفيو، هم اللي هيجي لهم كل السكورز بتاعت التست اللي حضراتكم عملتوها، او هم اللي هيطلبوا اي سكور للتست اللي حضراتكم عملتوه، وهم اللي هيبعتوا نتائج السكورز دي والريبورتس لليو انستيتيوشن اون يور بيهاف، وهم اللي هيقدموا على الجامعات بالنيابه عن حضراتكم، وهم اللي هيجي لهم اي انفورميشن متعلقه بحاله الابلكيشن بتاع حضراتكم including الفاينانشال ايد فروم اليو اس انستيتيوشن، وهم اللي هي accept او decline اي offer of admission و financial aid on your behalf. حضراتكم بتمضوا في المربع الخاص بالإمضاء وبت save and continue في السكشن اللي بعده. إلا في السكشن اللي بعده في ال grant and travel plans، حضراتكم كمتقدمين من مصر مش محتاجة إن حضراتكم تستكملوا أي حاجة في الجزئية دي، بس بتروحوا عند حتة ال passport and أو travel document لو معاكم passport valid، بتعملوا له upload في هذه الجزئية، وبتكتبوا عدد المرافقين اللي حضراتكم عايزين تاخدوهم معاكم في على البرنامج، والمرافقين هنا نعني بيهم فقط الزوج والزوجة والأولاد فقط لا غير. الـ additional information هنا بعمل upload لأي حاجة المنحة طلباها مني، فلو أنا بقدم على الـ visiting student researcher بسلم إثبات قيد في برنامج الدكتوراه في هذه الجزئية، وبعمل upload للـ ID بتاعي في الجزئية دي. لو أنا حصلت على أي ما يعني أنا معايا أي documents تانية، حضرت workshops، عملت seminars، حضرت conferences، حاسس إن هي دي هتبقى supporting document أو هتدعم ال application بتاعي، ممكن أعمل لها upload في ال supplemental materials أو ال additional documentation. أكمل السكشن اللي بعده وهو ده outreach survey، بيقول لي عرفت عن البرنامج من فين، بختار الاختيار الأنسب ليا، ويقول لي بقالك قد ايه عايز تقدم على منحة الفول برايت، فبختار عدد السنين اللي انا كنت بفكر فيها ان انا اقدم على البرنامج، ايه هي الميجر فاكتورز اللي خليتك تقدم على برنامج الفول برايت، بختار الاختيار الانسب، وبيسألني في الاخر if you have participated in any of the US government sponsored program من الحاجات اللي listed تحت دي، فبختار لو انا سافرت قبل كده عليهم، لو حاجة غير الحاجات اللي listed بختار other، وبكتب اسم البرنامج اللي أنا سافرت عليه. Recommendations دي بقى أول طريقة علشان أسلم بيها Recommendation Letter. أنا في Recommendation Letters هي الحاجة الوحيدة فقط اللي مسموح إن حضراتكم تسلموها هارد كوبي، ف
فحضراتكم عندكم طريقتين تسلموا بيها الريكومنديشن لتر. اول طريقه ان حضراتكم بتسجلوا البيانات بتاعه الريكومندرز بتوع حضراتكم من خلال الاونلاين ابلكيشن، فبتدوسوا اد ريكومندر، تكتبوا معلومات الاتصال الخاصه بالريكومندر بتاع حضراتكم، بتدوسوا سند تو ريكومندر. اول لما تدوسوا سند ريكومندر هيتبعت للريكومندر بتاع حضراتكم ايميل في الفورم اللي هو محتاج يستكملها ويبعتها يعني على الابلكيشن سيستم. هنا هتظهر لكم حالة الريكومنديشن لتر ده ايه، لو هو سميتد هيبقى الستاتس بتاعته سميتد. طيب لو الريكومندر ده انا حاسس ان هو يعني لسه ما عملش الريكومنديشن لتر، عايز افكره بيه، فبدوس اديت وبعمل سند تو ريمايند، سند ريمايند. طيب لو انا عايز استبدل الريكومندر ده بشخص تاني، ممكن ادوس اكسكلود واستبدل الريكومندر ده بحد تاني. في كل الحالات لازم اسجل عدد الثلاثه ريكومندرز اللي هيكتبوا الخطابات التوصيه، لازم اسجلهم في هذه الجزئيه عشان اقدر استكمل واسلم الابلكيشن في النهايه. ومسؤوليه حضراتكم كمتقدمين ان حضراتكم اللي بتتابعوا على الريكومنديشن لترز عشان تتاكدوا انه الريكومنديشن لترز تم تسليمها قبل الديدلاين بتاع المنحه. فالهيئه مش بتتواصل مع الريكومندرز، والهيئة مش بتتابع على الريكومنديشن لاتر بتاعت حضراتكم. حضراتكم كمتقدمين دي مسؤولية حضراتكم، لازم تتأكدوا ان انتوا بتتابعوا مع الريكومندرز عشان تتأكدوا ان هم يسلموا خطابات التوصية قبل الديدلاين التقديم على المنحة. فدي أول طريقة عشان أسلم الريكومنديشن لاتر بيها. تاني طريقة، بعد ما أحط الانفورميشن بتاعت الريكومندر في الجزئية الأونلاين، بروح على الكونتري انفورميشن سيكشن. لو أنا عايز أسلم هارد كوبي من الريكومنديشن لاتر، بعمل داونلود للسبلمنتال فورم. اول هتلاقوا سبلمنتال فورم هيفتح لكم اللاتر اوف ريفرنس او ريكومنديشن لاتر. ده الفورم اللي حضراتكم لو عايزين تسلموا الريكومنديشن لاتر بالطريقه الهارد كوبي محتاجين تطبعوها وتدوها للريكومندرز حضراتكم، وتطلبوا منهم ان هم يستكملوا الفورم دي. اول صفحه لازم تبقى زي ما هي، تاني صفحه هيكتب بقى الكلام عن حضراتكم اللي هو عايز يقوله، وتاني صفحة دي ممكن يستبدلها على بلاتر هيد من الانستيتيوشن اللي هو شغال فيه. بس أول صفحة لازم يلتزم بيها ولازم يستكملها زي ما هي، ما ينفعش في أي حاجة فيها تغيير. تاني صفحة هي اللي ممكن تبقى على لاتر هيد من الانستيتيوشن اللي الشخص ريكومندر شغال فيها. أهم حاجة في أي حاجة في الحالتين إن هو يمضي خطاب التوصية ويكتب اسمه والبيانات بتاعته ويحطها في ظرف مقفول، يحط الورقتين في ظرف مقفول بيدي لحضراتكم، تكتبوا على الظرف بياناتكم، اسم البرنامج اللي حضراتكم بتقدموا عليه، اسم الأكاديميك كير اللي بتقدموا عليها، اسم المنحة اللي بتقدموا عليها، وتجيبوا الظرف لمقر الهيئة في 21 شارع عامر ميدان المساحة الدقي. فأيا كان حضراتكم عايزين تسلموا خطابات التوصية بالطريقة الهارد كوبي أو الأونلاين، الاثنين مقبولين. أهم حاجة تتأكدوا إنه الثلاث خطابات توصية تم تسليمهم قبل الديدلاين وهو 30 مايو. بكمل في الابلكيشن بتاعي بينقلني على السيجنتشر بارت، وفي السيجنتشر ده مطلوب مني ان انا بمضي ان انا الابلكيشن بتاعي سليم، وان الابلكيشن بتاعي فيه معلومات صح، وان انا ما عملتش اي مس ريبريزنتيشن او ان انا ما حذفتش اي انفورميشن لانه ده ممكن يعرض الابلكيشن بتاعي للاستبعاد، وان انا الابلكيشن ان انا فاهم ان الابلكيشن بتاعي والسبورتنج دوكيمنت will be reviewed by representative in various offices including the Fulbright Program Office والادمنستريتيف ايجنسي والفولبرايت فورن سكولرشيب بورد، وانه حضرتك فاهم انه او ان انت بتقر ان حضرتك مش معاك جنسيه امريكيه ولا هيبقى معاك جنسيه امريكيه او سيتيزن شيب او بيرمنت ريسيدنسي، وحضرتك فاهم انه الفورم الاورد اوف ذا جرانت يعني متوقفه على حصولك على موافقه في جامعه في الولايات المتحده الامريكيه والحصول على الجي 1 فيزا، وانه بعد انتهاء مدة البرنامج اللي حضرتك بتسافر عليه حضرتك مطلوب منك ترجع وتقضي سنتين في مصر وتفلفل الهوم ريزيدنسي ريكويرمنت بتاعة الفيزا اللي حضرتك بتسافر عليها. السيجنتشر هنا هتحطوا وبتمضوا باسمكم كامل زي ما بيظهر في الباسبورت، وبتكونفيرم بعد ما تكتبوا او بعد ما تساين، وبتنتقلوا للسكشن اللي بعده هو الريفيو سكشن. الريفيو سكشن بيبان لحضراتكم لو في اي جزء في الابلكيشن ناقص، يعني في كل الحاجات اللي بالاحمر دي ناقصه في الابلكيشن بتاعي، فمعنى كده ان انا محتاج ان انا ارجع للجزئيات دي استكملها
عشان اقدر يظهر لي زرار السبمشن واقدر ان انا اسلم الابلكيشن بتاعي في النهايه. طالما ان في حاجات كتيره انا ما استكملتهاش فمش هقدر استكمل ومش هقدر اسلم الابلكيشن بتاعي. ولو مطلوب مني رايتنج سامبل، الناس اللي بتقدم على منحه الماجستير او في اس ار هيبقى بيقول لحضراتكم لو المجال بتاع حضراتكم مطلوب منه رايتنج سامبل، هيبقى بيظهر لحضراتكم في الجزئيه دي، فبترجعوا في الستادي بلان سكشن وتعملوا ابلود للرايتنج سامبل اللي مطلوب من حضراتكم. كده نكون وصلنا لنهاية الندوة بتاعتنا. بالتوفيق، ولو عندكم أي أسئلة خاصة بالبرنامج تواصلوا مع الهيئة عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون، أو احضروا الندوات التعريفية الخاصة بالبرنامج. ولو عندكم أي استفسارات تقدروا تحضروا الـ Q&A session اللي جاي. شكرا جدا لحضرتك.